درت لك فيديو انا راسك دار فيديو السلام بنات كي دايرين لاباس عليكم نتمنى انكم بخير دابا البنات لقيتوني جيت لكونفوغاما غادي نصور لكم واحد الطو غادي نضرب لكم دوره في كونفوغاما بالنسبه للبنات اللي ساكنين هنا راه عارفين كونفوغاما حتى فرنسا المهم اوروبا كامله جو بونس كاينه فيها وبالنسبه للبنات اللي كاين في المغرب راه بحال جونغ ايكيا كيتيا غادي نشوفوا الديكوراسيون شنو كاين فيها ديفانوات فيها كل شيء هي مي انا باغا نشوف بغا ندير هكا شويه ديكوراسيون في الصالون دونك غادي نمشي نشوف شنو كاين خديت البارح شي حاجات وغادي نشوف المهم ملي غنمشي للدار غادي نقاد انا وياكم شنو خديت وغادي نوريكم هنايا كتعجبني كونفوغاما حتى هي زوينه بصراحه بحال ايكيا مي ايكيا ايكيا ماشي ايكيا ايكيا مي ايكيا احسن بون بلا ما نطول عليكم الهضره غادي نهبطوا نضربوا دويره وبقاو معايا هكا ندوزوا العشيه اونصومبل دابا ديجا 3:30 ونشوفوا شنو غادي نديروا يلا معايا نمشيو دابا ندخلوا بنات شوفوا هذا الشكل ديال لي بوف واعر ديال لي كانابي زوين الكوير شحال زوين واعر ديال 500 اورو فريمون زوين واعر واعر انا عجبتني شي حاجه نصور عليكم دي زوينه نصور لكم شويه هادي تاهي زوينه كي بيلو سو لا كانابي شحال زوين في الصفر دير دوتشان 200 اورو واعر زوين ومع داك دايرين هاد لو جون لاعبين على لو جون والكري زوين او شحال زوين هادي مدري لا 12 اورو تروب زوين زوين البنات هاي الشي صح تقدر واحد يصوب راسو هذا كتعجبني هاد الشي لا ديكوراسيون عندهم فن شوفوا البنات هاد ال اي اون فيت هذا او اي واعر زوين هذا لو بري ديالو 1149 اور واللي حمقوني انا هما هاد المخيدات شو شحال زوينين الوغ هذا شحال دايرين لي لو بري ما كاتبينش لو بري مي هذا 13 اور غيكونوا بحال بحال زوينين فنين واعرين واعرين هاد اوه شحال زوين البنات هاد المرايا قولوا لي كي جاتكم انا مع خديت جابوا لي هذاك الموبل اللي لتحت جابوه لي غير بقى ما صورتش لكم باسكو بقى ما خديتش المرايا هاد المرايا ابا زوينه غير هي صغيره انا عندي ديالي طويل دار 119 اور شحال فيها شحال فيها ما دايرينش هنا شحال فيها في الطول مي صغيره ديالي انا هذا عندي كبير فيه شي 1.80 متر مي زوين مي نو جو بريفير حدا تكون انا طول ماما ميا بغيت نفهم فين هما لي بخي ديالي عجبني هاد الورد مي لي
لي بخي مي داير انا مش بونس يقدروا يكونوا في بلاصه اخرى. شوفوا البنات هاد القريعات شحال زوينين كيديروا 5 اور. شنو كتشوف فيهم؟ نوفيل كويزين. او كبالو هاد لو سيت كامل كاينه لو نوار و لو بلون واعي. هادو كانوا عندهم شحال هادي عاجبيني زوينين. كما تعجبني شي حاجه البنات نصور عليكم. البنات انا كيحمقني الغوج. شوفوا هاد لا كويزين واعره زوينه. انا اصلا كيعجبني الغوج زوينه. شحال دايره؟ 940 ولكن ماشي غتكون هذا هو الثمن. الثمن ديال هاد ديال هاد العبار ماشي ديال هاد العبار كامل. زوينه كيسان عندي بحالهم. هرست الاياد واحد وبقى عندي 5 فريمون. لا كوزين كلاس زوين. واو هذا هو اللي عجبني قبيله هو البنات ديال فلوس الاورو. زوين كلهم دايرين فلوس الاورو. بعدا باش كاينين هاد بحال المزيودات يعني عندو هاد لاكولوغ في الصالة نجيبو. مثلا شفت لا بدلت لامات في لو كري هكا مسندات بحال هكا تدخلهم يجيو زوين. ديجا هما الشي دايرين هنايا المتقدمة والجور كيتماشى شحال زوينة. شوفو البنات هادي التاية غادا دير فيه شي زعيطرة ولا لويزا ولا شي حاجة. وانا خد هادا عجبني لو نوار. كاين لو نوار ولو روج ولو كري. انا عجبني لو نوار انا خد هادا زوينين. كيجو البنات هادو بلاصه لي بوف هما دوك اللي وريتكم داري 60 اورو. كاينين فهاد البوردو بلو نوار وغادي نوريكم اشكال اخرين. كاين هذا ب 20 اورو وهاد لو جون 40 اورو. شوف كوا هاد لي كولور واعره. كاين هاد لو ستيل 40 اورو هو زوين. انا جيت بقيت كندور هنا. دابا غادي نمشي للبلاصه ديال الديكوراسيون فين دايرين الديكوراسيون ديال نويل. باسكو ملي كنجي هنا كندور فريمون في داكشي زوين. هنا المرايات لي ميغوار بزاف اشكال فريمون حتى شي وحده ما اتيغيت. كاين بزاف الاشكال. ديك الدايره زوينه باش دايره 154 اورو زوينه هاد. البنات هنا نصور لكم شويه ديكوراسيون ديال نويل شي زوين صراحه. هادشي اجواء زوينه واخا حنا ما كنحتفلوش بهم مي ما كيعجبوني هكا غير الاجواء ديالهم زوين. انا خديت غير هاد الضوا سي بون هادشي اللي خديت من هنايا. دابا بانت لي شي حاجه اخرى نوريها لكم. البنات شوف لو روج كيبوج كلشي غوج كلشي زوين. تعجبني شي حاجه كنصور عليك زوينين هاد كلشي هادشي. المهم 94 96 كل حاجه تمام. البنات عييت خديت داكشي اللي باغا غنمشيو للدار ان شاء الله نقادو وجيت نرتاح وغادي نجيب انا زوين جا اسورتي ماست زوين. غادي نتلاقاو ان شاء الله في الدار باش نقادو داكشي. جوبونس ما عرفتش شنو هما. كاين هنا ما يدار صراحه كاين غير كونفوغاما واحد كاين ما يدار. دونك نمشيو للدار نقادو داكشي اللي خديت. قولي لي كيف جاك. نمشيو للدار نتلاقاو في الدار. البنات رجعت ليكم دخلت للدار قلت غادي نقاد داكشي معاكم هو الاول عاد نمشي ندير عاد نمشي نوجد ما ناكلو. الوغ البنات شنو خديت؟ خديت هادي مكتوب فيها اتس وينتر تايم غندير فيها شميعه غتشوفوها كيفاش غتجي. خديت هاد الفاز هذا زويون. خديت هاد العيبات هادو بحال هاد شنو سميتو سامون بارلوش بحال هادو. هاد الفاز كان عندي غادي نستعملو. خديت هاد العيبه هادي. خديت هاد البول دو نيج كتشعل بالضو فيها الضو ليد. وخديت شنو خديت هاد الشميعات في ملحة القرفة وتفاح.
خديت هذه بحال هاد لاكورد هاد القنب هكا غنديرو غتشوفوا كيفاش غادي نديرو هاد الحجر بيد بحال هكا صافي هادشي اه وخديت هاد الليد عاوتاني فيه شي 3 متر تو كيخدم بالحجر دونك خديت ليه الحجر صافي غادي نبدا نقاد في المهم هادي ساهله حاله ساهله غنبدا بها هي الاولى هادي غنديرو لها الشميعه انا باغا امتى نطفي الضوء اوبس يا كامله هيا هادي تهنينا منا الو هذا شنو قلت غندير فيه طحت عليا فكره انني غادي ندير فيه هاد الحجر لتحت شوش نديرو كامل ليش حتاش باغا نحيد التيكي خشي نديرو نطبق هاد اللعيبة كان عليا خشي هاي كي جات شعلة هي هادي غديناها هادو هادو الشمعات غنخشيهم غير في هاد اللعيبات عندي ديجا هاد الوغ هنا غادي ناخد هادو القنيات هادي الأولى كيعجبني الصراحة هادشي أوبس عرفتي شحال بقيت كنقلب فغيمون واخا كاين المهم بقيت كنقلب لاباش نلقى شي بغيت شي بلاطو ما لقيتوش بقيت كنقلب على شي بلاطو في البيض ولا في الدوغي اوكي الوغ هاد لاكورد غادي ناخدها ونديرها لتحت واش غتبان بيضة بو المهم غادي ندير لاكورد غادي نجي غنبدا ندير في هادو هكا مي او ميم طو خصني نحل هادي ندير لها الحجر البنات ونرجع لكم البنات انا ركبت الحجر وحليت الفكيته كامل داير لها واحد السليك المهم غنشعلها شكلها زوين وغادي نديرها هكا بطريقه عشوائيه هكا بخا غادي نجي وناخد هاد هادو وغادي نزوق فيهم شفت كيفاش غادي تصدق البنات انا حتى شوف هاد الطريقه ولكن الصراحه كون كان واحد بحال هذا ترونسبارون كان غيجي زوين انا عولت على هذا قلت هذا عندي في الدار ماشي مشكل حتى هكا جا المنظر زوين درته بحال هكا درت هاد اللعيبه هكا مي كون كان ترونسبارون بحال هذا يجي زوين كانوا بحال هادو كبار صراحه غير ما خديتوش باسكو كنت عول على هذا انا دابا البنات دابا نبدل البيجامه تمشي نوجد لينا شي حاله ونوريكم ابخين تفدو ونوريكم كيفاش البنات هو الشكل هكا كيجا شعلت هادو ديجا راكم عارفين عندي صافي درت هما هادو كيف جاو ابخي هاديك درتها لتحت تحت التلفازة الشوميني صافي الشميعات ما حطيتهمش في الفاتكو حطيتهم تما ومهم جا المنظر زوين سو غادي بصباح انا باغي ناخذ نشرب هذا شريت البارح شوكولا شو شوكولا اون فيت كيجي مع الحليب هادو الكويسات اللي خديت كيجاو فنين زوينين صافي غادي نشربو هاد البسكويت اللي حمقني هذا ديال نوتيلا دابا هادي كامله غادي في هذا بزاف نو المهم شي اللي كاين بنات هاد البسكوي واعر اوبس بدو نتفدو تفدو تفدو نشوف خاصني ندير كوموند ندير شي حاجة نتفرجو فيها جا زوين قولي كي جا البنات جا زوين انا المهم عجبني ناخد تيليكوموند وندير شي حاجة انا يلا نتبع داك عروس اسطنبول اون فات جو بونس قديم مي انا يلا نتبع بنات غادي نخليكم هنايا جيسبر ان لا فيديو عجبتكم بنات خليكم هنايا جيسبر ان لا فيديو عجبتكم ديال اليوم ودوز معنا وقت فيه
تلاقونا ماشي كنبان هكا قدامنا. المهم تلاقونا على فيديو جديد. السلام عليكم، يا فيديو قادم.